بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمغرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزل وأبوا أن يختزل، صلح الباقي لوصل مكمل، فالحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، وكلها موصولات دمانتي. يلزم وحا لازمي بعده قداشي صلة سلاء يا لازمي صلة ومشتملة وذات على ضمير ضمير كأولائق مناسبة. وحن كسو جني اسمي موصول وكسو بحي اسمي موصول ترينتي لو قيب أيو قيبيي نص يو مشترك نسكي سسديد لفظي أيوها مشترك أنا ليح لفظي وحوردن وكسو بحي إلا أيون مويه وقلدي مشتركة هايدي اللحبة يا هايدي شن أيو صور شيغي ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وايهي أيون أيا نوديني أيون تيتو سي شيغين أيا وحو شيغي موصولاتك وحيابا يباهنيهين موصول أسماء الموصولات رمان وحي يباهنيهين لبا أرهموت سلي عائد موصول لما أنت سلي عايدة يؤباهي اسماء الموصولات ويوح الغهف اليوم حروف الموصولات سيدا أنصو شاكني سلاو كلي يؤباهي هين عايد وباهنا ويو الضمير ومن نغضو اسمي وحانهين أيقونا حروف بيهايين اسماء الموصولات ويوح الغهف اليوم لما نوحي يؤباهي هين سلي عايد سلا مصنف كاسو وضايا عايدك وحا عايد نغونا يو ضمير الغيب الوية قانا إنو نغضو اسم الظاهر مرمان إنو كان نائب نغضو ويدعكرت وضمير الغيبة ماشي لديك لها اسم ظاهر إلا لديك ومرمان ويسولو ذلك غالب معها وأنت الذي في رحمة الله أطمع ويبيت شعره فيا ربي ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله وأنت الذي في رحمته إنو يرهد ياهي اسم ظاهر أيو ديكي ضمير متكلم أما مخاطب إن بوسكي ضمير الغائب كلا ديغانا ويدعي كرت أنا الذي سمتني أمي حيدرة إلا يراهد أنا الذي كيباناهي سمته إنو يراهد ياهي ركاسو سمتني تانا ودعي كرتا لكي وقليل وها عايد نغدا وضمير الغيبة هدبا ضمير الغيبة موصول كاو النقونا يأياد إيجي عايد كاو إيهي نصي مشترك يا موصول كأسو قيبنا يا هدو نصي هي موصول كعائد كلوعلنا يا هدو نصي هي عائد كموصول كوائن وكوافقا في خمس أمور شن أرمض وائن وكوافقا وشنت ضمير ودن مرجع عيسى وكوافقي مفرد نما وتثنية نما وجمع نما مذكر نما مؤنث نما شنت وائن وكوافقا هدو نصي هي هدو مشترك يا موصولك ومن يما يأل يأيون يدو يذا قليها هدئو يهي موصول كان مشتركة لفظي سوى مفرد مذكرة معنيه نوحك استالولة جيدي كرية لفظي قابك وقرية هي مفرد مذكرة معنيه مفرد مذكرة إيا مفرد مؤنثة تثنية ودي إيا جبع ودي وحرنا لولة جيدي كرية موصول كان معنيه سيئ لفظي هدئي إسوافقان مشتركة ومفرد مذكر إلو لجيدو لضمير كاللوسو إلا يو مفرد مذكر ولكن لم يجيو هديسة اللفظي إيا معنها إس خلافان واللفظي إيسا ومفرد مذكرة وصول كان مشتركة معنيه إسينا وحا لو لجيدا مفردا مؤنثا أما التثنية مذكر أما التثنية مؤنث أما جمع مذكر أما جمع مؤنث إيا لو لجيدا لبا أرموض إيا كوبانان عايدك أتسو عليلي موصول كاللفظيس او كليا اناد الى لسوا كوبانانتاي او موصول كاللفظيس المفرد مذكر ايو اهايه
ضمير كأذ أسوء عليني مفرد مذكر إن أذ أسوء عليسو أكو برنانتهي ولبا غالبا ولا استعمال سداسي ومنهم من يستمع إليك آيات قرآن ولبا قرآن وقفر بديه منهم من وموصول يستمع جملة ذا الوصلين عائد كان يستمع فاعل كيدي ويارو ضمير مستثر تقديره هو هو ذا مفرد مذكر إن ضمير كيسوي من ترى مفرد مذكر إلا ما وذين وحلو وذي هاي بني آدم فربضا وقابك أولاق باتشرا إيا لو تشيدي كان مفرد مذكر إلا في قيس إلا وسع عليه وبرنان طي وحاك لون برنان معناها إلا إلاري وهذا معناها عداد أولا جيدو هذا إلاري صح ومنهم يستمعون إليك آياتك لها يستمعون وهو إيا لو سع عليه جمعة من طب معنى هذه جمعها إيا لا إلالي نيا تارا وادع كرت إلا في ثلاث مسائل سد حجير إيا وحا لازمة موصول كان مشتركة معني سيلا إلاليو واللفذي جيسا إلا إلاليو أيام برنانين ضمير كان لوسو علين أيو موصول كان مشتركة معناها لو لجي ذا إلا إلاليو سد حجير بواجبته سد حجير مرضى هو رواه موصول كهدو أليهي موصول كعايد كان لوسو علين أيهدو أليهي معناها ذا إلا إلالي لفذي الله بإلالي كروا كو لباد هدو لبسي كين أيو موصول كان لفظي سهدين إلى اليوم ضمير كان لو سعيرين يو لفظي قالوا إلى اليوم لبسي بوكير يوم معناه لو لجينا لفهمين با سيدة أعطي من سألتك لا من سألك أعطي وحسي من إسلامتي سألتك كوحك ويدس سألت فاعلك وضمير مستطيل تقديره هي مؤنث وي مؤنث لماذا إن لو سعيريان واجب ومعناه لا إلى اليوم وايو عدة وحسي أضليد هاي هويني وي هذا معناها إلالين إن اللفظ قاعد إلالي سو من سألك آتر هذا وحال لك لقرن إن عدة وحسي أضليد هاي عدة أي تاي لبس بعد عيا سلبس يا الله غفك هذا وحال لازم معناه إن هذا إلالي سو أمر الله من رأس ده حد قبح هذا إيمانيو السنات كي يسوتيرين تا قبح كإيمانية مثال مبتدأ يا ضمير نقض مرجعة ضمير كان مبتداها خبر كيسة ومؤنث هي مبتدا انت المذكر كدكت خبر كيسة الى المؤنث كدكت لا يجوز وحبرنان ما اهم مثال وعاتنا اكرم من هي حمراء اكرم من هي حمراء هي حمراء ومؤنث الف تانيث ممدودة هي ذا هو مبتديه هو هدي اعتر ودي لبقى وحديباتك ايماني هو ذي مبتدا خبر كين مؤنث لو قدقى لا يجوز مبتدا هي خبر كان اسم طابقيان اي واجب وانا كدوناي سد حداجر ضمير كو نقنيو عائد كا او نقنيو موصول كمشترك معناها الا الى الى واجب سد حدا وخي انا هين لفظي معناها مد كدوت ديالين كرت وا ضمير كهدو مد يهي ضمائر بدن هدي اي نقدارو مد اي كبتان سد وجه يا كو بنا قار لفظي كل لفظي كو الى الى اما معناها قوه الى الى أما كلا جويا قارنا لفظي كوي إيراني قارنا معناها كوي إيراني بالشرط قلادة أذ معناها كوي إيرانيني وإن يدم بيسا قلادة لفظي أذ كوافجني وإن أذ رئيسيسا يلزم نقول وكر وكلها موصولات رمان تيلزم وح لازم بعده جلاش وح لازم صلة 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 أو مشتملة وذا على ضمير 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 كاللائق موصول كاللائق ومناسبه وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وجملة جملة وي أو شبهها أما جملة وحشبها وي الذي كان وصل الوصلين يبه الذي وذلك كمن أحد استقر عندي أكتا إذا قسمنا ذي الذي كي وي ابنه ويلكي كفل لك فالق هذا يعني وحو ليه ضمير وحنج هذا موصول ورنا وحو بها هي سلي عايد عايد كي واسو شغني سلذي يدون يا إنو كهضره waxaa sila noqdaayo ismiga mawsuul sila u noqdaa laba arimood mid un jumla ama shibhul jumla jumla ismiye iyo ficiliye ay u qaybsantaayo jumla mubtada iyo khabar iska saaran oo ismiye ama jumla ficiliye ficiliye fa'iliye ficiliye naaibul fa'iliye waxyaabaha iska saaran labada mid un shibhul jumla hana saddex qayb ay u qaybsamaya baabu sila hadii la joogo waa dharaf iyo jaar iyo majrur iyo sifa sariixa sifada sariixada musannifka soo wadaayay al iyo khaas ku tahay silenteeda ظرف يجاري مجرورنا موصولات كلا يسلا النقضان والجملة أي لمديين وشبيهم بالجملة اللي هنا هذا جملة سلا مركا أي نقوني جملة داسي اسمية يفعلية متك أي دونتها النقض شن شرطي أي الله شرطية
هل هذه لغو درانا اللي حبي نقوني شنطة الشرطي جملة دا سلا دا نقوني وحا الشرطي خبرية وين ايتها جملة طلبية وين ايا نقوني شرطي وين شرطي لباد جملة دا سي جملة كهوري وين ايا نكوحرنين وباهنين تعجب معنيه سوائن وسنكون حجرين خالي وين اي كطاي جملة عدوى البلغو يقان وين ايا نهين جملة روح أدو شيء وقرانا يو إنا يتعيشن تا شرطي أي الله شرطية ضمير عائدة وإنا يوضطاها دي لغو دارانا اللي حشرطي بي نغاني شن تا شرطي أنكو علي جملة دا أن تكون خبرية ورطا خبرية وإنا يتعي جملة إنشائية وإنا يناهين وجاء الذي يضربه يوح بنان ماه ثانيا جملة معنى تعجب وإنه سكون حجرين ومعنى تعجب وإنه خالكة خالية من معنى تعجب وجاء الذي ما أحسنه وحبنان ماه شرط اللباضوي شرط سيدحة جملة جملة كهر رئيس كحرا وإنه ينهين جملة حتى أما لكن له هرمرية وإنه ينهين جاء الذي لكنه قائم حتى إنه قائم وحبنان ماه شرط سيدحة شرط أفراد أن تكون معلومة للمخاطب روح على لحظة لي وإنه قرن يو جملة دي. جاء الذي قام أمس نكي شل استاجا يمد هنك أنكو شجع يشل استاجا وإنه قرني دي على قرني نيد موصولك يا مجهول نقرية لا أقرأ إلا في إرادة الاستغراق لي هذا غرغن إن لو شيء دموية ما يا معلومة المخاطب إلا في مقام التهويل والتفخيم بالليل هذا إلا في مقام التهويل إن ليس عبس الجلينيو والتفخيم إن وحلا وينين يموي هذا ليس عبس الجلينيو سلذا إن ليقان شرط معها فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم من اليم بد حق هذا حال وكا هذا إنما كو واحد دبولي ما أي الذي كي غشيهم دبولي هي غشيهم تسلذي ويا وانا اللي إبهامي ويو في مقام التهويل ما ليس عبس الجلينيو وعلمينا في مقام التفخيم هذه الجوه وحلوينين ينا وعلمينه سيدا فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى إلى عبده أدونك وحيوذي ما أي الذي كي أوحى وحيوذي وحيوذي إيا اللي بهامين إياه للتفخيم وينين لوينين شرطي شراد وأفراد وي شرطي شراد معلومة للمخاطب ها شرطي شراد ويكاسي روح أدو الشيء وإن أقرانيه ما يوحنا جدا الله تكون معلومة لكل أحد الله تكون معلومة لكل أحد جملة الروح والبلوية قانا وإن ينهين جملة الروح والبلوية قانا سلا نقول ما يسوسيدا جاء الذي حاجبه فوق عينيه باتل جاء الذي كيبا يمد حاجبه لبدي سن حاجب فوق عينيه إنديه سكركو ذا يكسوغيه الروح إنها كركو ذا يكسوغيه المهاجرة بني آدم قردن حاجبية إنها هي حاجبت حاجبتها سميسة وإذا ينسد الجملة وهاي الجملة روح والبلغو يقانا جاء الذي يمشي على رجلين الروح يلا بدل الوقت كسر أنا يايمد بني هذا مرة على بدل الوقت كسر إلا في إرادة الاستغراق غرقين إن هذا جيد موية وبني هذا مرة أنا يا إسوي من هذه هذا جيده والوصل إن كريا على كل حين يا شنطة شرطي جملة وإذا عائد وضعتها ولما مناسب وأموصول خسر أنصار شيني شنطة شرطي أما اللحظة شرطي يا الله شرطي يا جملة ذا سيلة ذا نغولي شبه الجملة كويمي شبه الجملة أل ويحي الوسيلين يهدي ويا صفة صريحة سوى الله مصنف كحق أولي ظرف يا جاري مجور شبه الجملة هدي ويا هل شرطي يا الله شرطي هل كا شرطينا ظرف يا جاري يا مجرور كتامين وإليين تامين محلو جيدا متعلقو ذا حتفا وإلا قرانيو ما شاء الله قط على لجنة يوي حذفنت هي واجب نيمو ما شاء الله قط القط على لجنة يوي واجب نيمو لو حذفي وين لسك قرانيو هذا الجوش يجي وين أتقرانيس سيرلو قرانيو وأكون عامة أما كون خاص وقرين لو حذفي لا بد من أبالغ قرته ظرف يجار يمجور متعلق وذا نوح على حذفه أفر مسألة معلومة لكن سقال جار يوي واجب نيمو لو حذفه إن شاء الله مركينا شيء قدونا وجملة خبر مقدمة الذي كي وصل الوصل موصول به الذي جملة جملة وي أو شبهها أما جملة وحشبها وي وذلك كمن الذي أحد كي عندي استقر عندي أكتي كسق ناضي
الذي كي ويا ابنه ويلكي قفلا لك فعل قاضي من تموصول ويا لا يتم معناه إلا بصلة وعيد عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة النسب هي فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها والياء مضاف إليه من يعلى سكون في محل جر والظرف متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والظرف صلة الموصول لا محل له من الإعراب ظرف كأي وحا وكنت تعلق إياه اسمك موصول سلذي سمحا كي إعرابكم مالي الذي اسم موصول ويه لا يتم معناه إلا بصلة وعايد ابن مبتدوي هذا مضاف إليه كفيرا فعلها مجهول كاللوب بليه نائب الفاعل كان ابن وقول نقول ياس خبرك مبتدها مبتدها هي خبرك في صلة الموصول لا محل الله من الإعراب عايد كان وضمير كابن هدى الله إلا فيه جملة اسمية المسلم وصفة صريحة صلة وكونها بمعرب الأفعال قل وصفة صفوية صفة أو صريحة صفة لماذا إذا إعدها صلة الصلة وكونها الأهان شهيدة بمعرب الأفعال أفعال الإعراب يمد الوصلين يا أين قتها قل لو يريها الموصولات كأي كميتها استعمالك عربية سد حقيبة يقيب سنتها إن شاء الله تعالى مركزي شيء دوننا سد على قبوحة كم إذا موصول إني نقط موصول مشترك إن أي تايو لحد موصول مشترك هاي إني كم تهاي وياهي موصولات ككل وحي كجب دلنا تهاي صفة صريحة الوصلة أيو جملة الوصلة أيو شبه الجملة الظرف إجار يا مجرور الوصلة أيو أيوة الوصلة يا صفة صريحة صفة صريحة أنا وح اللوجي إذا اسم فاعل اسم مفعول أمثلة المبالغة سد حلا والإسلاء قولي هاي صفة مشبهانة قدر وحقا خلاف بكتنا لكن راجعة صفة مشبهة وصفة صريحة وأشر كجرتا وموصولة وعلى سوى فقسية هي اسم التفضيل أشر كجرتا إن هي الموصولة هي نوايا صفة صريحة ما هي واسم وصفة جارية مجرى الأسباب اللي جرى هذا اسم وصفة أسباب الجامد كي وضد ذو قاضي لمد معها صفوين كان كلي صفة صريحة وحلو جدا اسم فاعل اسم مفعول أمثلة المبالغة إيه صفة مشبهة سدح ذا أشق شوى موصولة سدح ذا وحان أهين إن الوصلة يمدعي كرت صنف كوحو يري فعل مضارع إن الوصلة يمدعي كرت لكن ونادي وقليل وقليل ويرته قليل ويهدو يري هذا وذا قياسك كمحهم لكن استعمالك يكون يرته يؤذلو باستعماله ويجي ذا كمجي ذو شادوي مذهب كيس أنا سيدا ويو القوة ذا إن الوصلين كر اتساع الوصلين كر ضرورة شعر يوحاسي أيام كحنين لكن قليل أيتها قلنا ضرورة شعر بي خاص كتهيب إليه وحاك الله الوصلين كر يا مصنف قوسي شيء لكن نادرة جملة اسمية إن الوصل يا وادع كرت ظرف إن الوصل يا را وادع كرت ضرورة النظم يحلمي ذا إيانا الوارك أو مضارع لوصلين يوم أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل يا بيت شاعرة ما أنت بالحكم حاكم في عن متيدوي الترضى حكومته لبنن نن بقراء يلبنن شعرا لتشوغان يعني شاعر أسوغالي قل يهان ما يغان بقر كباوحي يقول يهان ما تقال ما يغانبه هبل يهبل وايق الذي شعر ظهر كبه عيب هلفاء قاضي مد كمين همرك وجوابه ما أنت بالحكم ترضى حكومته ما أنت أدو بالحكم حاكمة تدنيهم الترضى هذا اللي جايها حكومته حكومة دين هذا اللي جايها حاكم لقى دكتمته ولا الأصيل إن القلفي عن كذا شيء نمته ولا ذي الرأي إن عقل لنا متي ذا عقل أصاحبه ولا جدل إن أفده النما أصاحبه نمته مرك قاب ور لقى قطب ما شمي يالو شيء ذا مع الشهيد كه ما أنت بالحكم الترضى الكسلية ترضى فعل مضارع ومجهول لبنية والذي ترضى حكومته بأجهدة ويهد جملة اسمية إذا الوسلية والله أركي الناذر نمعنا الله أركي من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد من القوم أنا ومن القوم قولا كم إذا هي الرسول الله منهم الذين رسول الله منهم إنه يرهد الدوني الموصولة يجبل ذا اسمية ذا رسول الله ومبتدا منهم خبر أيها يكسلي الرسول الله رسولك ألي منهم قل ذا أكمد هي قل ذا رسولك أكمد كيهان أنا أكمد هي غير قريش
لهم دانت قلادا وحا أخشوعضي رقاب بني معدي ري بني معدي والغمه هذا أخشوعين وكأمر قاتوي وايهي ظرف القسي لينا وال أركي ضرورة النظم أيايد واللفتي ذا الله أركي ما لا يزال شاكرا على المعه فهو أحرم بعيشة ذات سعة من لا يزال روحانا كتغين شاكرا مت شكرين يا إن ويهي على المعه على الذي معه بوجهه وحا أوها يستوين وكو شكرين يا روحانا كزولين فهو حرم كاوح كفي عنه بعيشة نرول ذات سعة واسع لما أصاحبه ولكن ظرف يجاري ظرف جملة اسمية جملة فعلية سدا إن لو وصل فعل مضارع ولا مغلي لكن غالبا وحال وصل يا صفة صريحة وحيث ويدينا صفة صريحة ولك لو وصل وحن أقناه موصول مبني ويا محل كيسة لا إعرابة سلذا الله محل الله من الإعراب سلذا محل كإعراب كمله مرك اللي يراهدو إن المصدقين إن هذا حرف النصب ويهي يهي نصب هايس أل إلي نصب السيء هاي مصدقان دم اسمك فاعل الله إعراب له أنغضه ولم حل له من الإعراب إلا سلوي سداء يهي أهنتو أهان لهيد لكن أل مشابه هذا حرف أي شبه هذا إيا آدو حبضا مر موصول ويانو افتقارك موصول ورن حرف أكشب به جراء يهي كشبه هذي مر لبعضنا اللفظ يجي كشبه هذا يو المعرفة شبه هذه شبهها حوق بدن درتي يا وحي كضعيفته أشاني محل كحتى إعراب يكون قاضي ويك ضعيفته إعراب كذي محل كفول لها وكم وقنا يا سلا ذي ذا وصف كذا بيا عاري هان يناقم وقنا يا يو عاري وقاطي أو إن المصدقين هذا مرك هذا إعراب كالدقيقة إعرابي واحد ليه إن حرف نصب وتوكيد إن تنصب الاسم وترفع الخبر الاسم موصول مبني على السكون لا محل له من الإعراب اسم إن مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأن إعرابه ظهر في الوصف بعده عارية إعراب كأل كظاهري وصف كخطب مي عارية نمونك كظاهري مصدقين صلة أل لا محل له من الإعراب ولكن ظهر منه إعراب العارية الإعراب كذبا مصدقين كم هو خضي والنصبه هاي علامة النصب ذا إياه ذا تي لك أسوه إعراب ملي واسيلة سلنا إعراب ملي وهدي صفة صريحة لغسل أيه جملة أما ظرف أما هدي لغسل أيه ظرف كا يو جملة ذا أيه محل كإعراب كمالي عارينا حتى مقادي كريان أل أيام محل يلاني مركا والرسول الله منهم تي إيه أترضى حكومته إيه أل أيوة حضرتها في محل الرفع ما أنت بالحكم ترضى حكومته الترضى في محل الجر ويحكوا عطفنت هيك هذا أي جرتي في محل الجر ما عرسك في محل الجر ترضى ذا مية فعل غير مضارع لا محل له من الإعراب جملة ديس محل إعرابكم ماله سو فعل مضارع ها ورفع سيني وعلامة رفع هذا ضمة مقدرة وهي لكن جملة ديس محل إعرابكم ماله سلوية وإعراب العارية جملة ضمة قاضي كريس يا ظرفك إعراب العارية وحق هذا وكليا اسمه مفرد كه سيدا وصفيا وحاك لو إعراب العارية لا إعرابه لا وحا جرتا بمعنى غيره إلا بمعنى غيره لا ذا إلا ذا بمعنى غيره ذا اسمي أخذ ما يمضاف إليه نما يكون جريا مضاف إليه نما ذا جركي وكان لها مقدر بونقوني إعرابك هذا لا ذا إلا ذا إعرابك أي قاد الله يانا أيقو كظاهري جئت بلا زاد باطل الباء حرف جري لا ذا بمعنى غيره ويبعد يجري له بعد جركي جركي أي ودي لا ذا أي صار له وكظاهري زاد فضم زاد مضاف إليه ويا تقدير تكرف كجري هي وحال قرية إعراب كان عارية ذا هي كظاهري آخر زاد يا قرين يا وك وصفة خبر مقدمة وصفة صفة ويا صفة أو صريحة عد صفة لماذا كوع صلة على الصلة ذا وكونها لما موضوع مثل كذا ضمير كوعلين كرت العلي بمعرب الأفعال وحد كنت على جني موصولا محذوفا وكونها الأهان شهيدا بمعرب الأفعال موصولة تلميذ الوسلي أيتها بمعرب الأفعال قل وحاك لو بنان كونها ضمير كإنا صلة وعليس وكونها صلة أهان شهيدا بمعرب الأفعال بعضا بمعنى من أمركا بمعرب الأفعال من معرب الأفعال أفعاش الإعراب يمتك مدى إنا نقطها قل ويريه أي كما وعرب ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير إن حذف أي لفظ أي كما ما بي لم يتهي
وغربت والله إعرابي ما لم تضف أنت أن لا إضافين والحال صدر وصلها صدر وصلها هذا ضمير ضمير وياه ضميرك إن حذف حثومي أي موصولاتك مشتركة هل كي كذي نائي يهيت صنف جو حلي ما بي لم يتهي سد حوجبي كلام يتهي اسم لماذا هي موصول لماذا هي مشترك لماذا هي كلام يتهي واسم أي وموصول وأنا مشترك وحي سكي قبل انتهي ماذا الله حرف أي النوى سد حرف ماذا مبني بي هيدا أي طوى معرب ماذا غير العاقل يكون عجرته أي عاقل غير عاقل سسيبه يودعي حاصل يروك قبل دلنتهي وايهي أي مصنف يقول إلى أفر حالي لا ذهي هل حالي مبني تهي أفر حالنا معرب إيه أفر تحال أي لا ذهي أي تأين لا إضافية ومضاف إلى أولا هرت أي عربية للحجارة لا استعماله إن شاء الله بقول إضافة وتجدون أي لحجارة عربية لا استعماله لحدا جر موصولة كم إذا هو مشترك وهو سيد مصنف أوترينيو واحد إذا أحمد بن يحيى فعل بن ليرة هذا يقول له أي موصولة وحجر ما لكن ولا يحب بدن يحق أوتو وياهي أي موصولة لحالة إلى ذا إيه وحيلة أفر حاله إن لا إضافة يوم مضاف إليه جيدنا أوتشو هرت إضافة لازمته وأسباب إضافة لازمته مصنف كباب الإضافة وكوكين دوني أي كم تاعي لكن مضاف إليه جيد ولا جويني كرا حاجة معناها يكل لازم يلا فدي كمان لازم يسو من هدي لا جويني كرا مضاف إليه جيد وجو ولا جويني جملة الغص لين يانا مبتدى هذه وجو ولا حتفين صدر سلا لير هذا سلا ده بالله جيدين وجو وهذا حاله حال هذا اللباد مضاف إليه أيون تين لحتف وصدر سلا هنا لحتف حال اللباد حال سد هذا أيون مضاف إليه إلا جحتف وصدر سلا هنا وجو حال أفرادنا أيون إلا إضافة يسدر سلهنا اللحد فأفرت حال إلى ذي أيون هدي الله إضافة يوم مضاف إليه جيد وجوه سدر سلهنا وجوه أن لحد فين أيهم هو قائم بعد معرب ويا حال غص وكو أيون هدي مضاف إليه جيد اللحد فو سدر سلهنا اللحد فو وأيون قائم اللي يراه ذو مرة غصنا ومعرب أي مضاف إليه جيد هذه اللحظة سدر سليهنا وجوه أن لحظة أي هو قائم الليل هذا مرة لا سد حاذنا ومعرب سد حاذا جربي معرب نغطا وأي وحا إسويدين اسم باي أهي اسم موصول باي أهي شبه الحرف با كسونا افتقار سلي عيد باي أباهان تهي معرب لماذا بحاوكي نسو إن مبني لقدي وماهي وحاوكي أنا معارضة تمد أيون تلازمي دن إضافة أي لازمي أي جو لبا اسم مفرد إن الله إضافيه أي لازمي أي واحد معارض يسوى كهر تكتي شبه حرف كأي شبهيس أصل كي معرب لماذا يرى معارضة ذا سيء عليسي ويهي حالك حالي وضم بي أفراد ومبني وأيون تلازمي الله إضافيه ومضاف إليه يدي وجوغا سدر سليهين وحد فيهي أيون أيهم قائم باطل لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي والإضافيهم أشدنا وخبرك يوم ابتدها كحثنا ستوصليها وهو أشد بوهان الله هل كحالنا ومبن حال ذا محلو بنيه علي بن حمزة كسائي أي لو يديو محلو بنيه حال ذا سلي أي كذا خلقت بويلة أي سنة صاب الله أبو ريو إلهي وأبو ريو وهي هي لكن نحاد ايو الا يرادين يا وحين ليهن حالدا waxa loo bineeyay ayun mudaf ilayhi gadi ma dama sadru silaha u hadfan yahay mudaf ilayhi ga maashi sadru silahu yalla maashi sadru silaha mar hadii u yaalo ayudi waxan idaafaysnayn lafdan wala macna midna an ka idaafaysnayn bay lami tahay illa mudaf ilayhi gada booska sadru silahu yalla mar hadu booska sadru silaha yaalo أيون تي واحد الله إضافين لفظ ولا معنى بي لم يدنقوني مر هذه واحد الله إضافين أي لم يدنقوته شبه حرف أي شبه يساحب بضراني مبني بي نقوني سلاسي جمهور النحويين والسيب ويه مدحوية هي يا مريي مصنف كانوا قرائي واحد ديدان خليل بن أحمد يو شيخ أو شيخ السيب ويه يا شيخ السيب ويه شيخ سلباد ويونس بن حبيب لبلا شيخ هو الدين وحي يرهدين أي ولقيت بوا معرب غيبة مصنف كبصوة ويانو وبعضهم عربة مطلقا أولي قال أي معرب ولقيت كدي ويونس بن حبيب
يا خليل بن أحمد والله هذا بسيب ويه شيخ وا يا وحي إلى هذين أي ولي جبوا معرب لا ننزع عنا من كل شيعة أيهم سيدي ليسان فاستفهامية أي ما بقى موصول إلى هذين فعل جنوا تعليق سيهي واستفهام كتعليقي أو تعليق ده أفعال القلوب وخاص خو هاي واسدة ما يخاص بكم ما هي إلى هذين أفعال القلوب خاص خو ما هي أفعالك لو الله تعليقين كنا يترى سيدا بوس كذا إنكم قاري دونه إن شاء الله تعالى وضع سي مريين أي لفظ أي نك كما ما أي لم يتهي وعربت والله إعرابي ما لم تضف مددا على إضافين والحال سدر وصلها سدر سله هذا ضمير ضمير وياه ضمير كإن حذف حذف ضمير حذف سدر سله النقضي هدي على إضافين ومعرب أما سدر سله ضمير حذف النقضي هدي لا إضافة مبني بين نقضي سلا يؤكد وبعضهم أعرابا مطلقا وفي إذا الحذف أي غير أن يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل وآبوا أن يختزل إن صالوح الباقي لوصل مكمله فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصر بفعل أو وصل كمن نرجو يهب وبعضهم نحويين قاركوا ذا أعرابا لفظي أي نوو إعرابي مطلقا حال يهم إذا إطلاقي وفي ذا الحذف أي وغير أي غير كذا يقتفي وحراعي أي راعي في ذا الحذف حذف كان أي لك راعي إي يستضل وهدي الغداري تريو وصل سلا وإن لم يستضل هدي أن الغداري ترينين فالحذف حذف كان نزل مدير ويقليلة وأبو وحيديدين أن يختزل إلا حذفه إن صلوح هدي وأصوب ضوء الباقي إن تصوها دي لوصل سلا مكمل نبيسترا والحذف حذف عندهم نحويين أكتو ذا حال وكسويها كثير مد بذوي منجلي مد قياسه بيوي في عائد عائد لحد أي كبد يه قياسنا كل يه متصل أي متصلة إن انتصب وهدئ ونصبومه بفعل فعل وهدئ كل نصبومه أو وصف أو وصف وذلك كمان نرجو يهب ويه أبيات دني مصنف كلا بقى الرماد أي كذا هذا لي لبضع الرماد أرين كهر وحويان أيون أفر حالا أصو شيئا هل حالا مبني أهي سد حالنا معرب سلا جمهور النحويين سلا أي وطن ويانا النحويين تأر المتفق أكتو ذكاء معها سمو وافق سنة قار النحويين تكمد ولبا إما ذي كمد وخليل بن أحمد يونس بن حبيب أي كمد يهين وإعراب يان أي مطلقا وبعضهم أعراب مطلقا تسلا أي أجيدا وأرهن أرهن لبعض أي مصنف كهغلي وحيس ويدينا موصول سلا ذبا أي تان سدر السلاح لحدف لشيغ يا وعائدك أو أي عائد كذا سدوا سلا نقد ولا حد في كرام ماشى كسب بحضي موصولات ككل عائد كذا من الحد في كرية أرنك هسوك هذي موصولات ككل لفت هذا عائد كذا ولا حد في كرية لكن شروط باجرته عائد كموصولات كأنت أن لقى هذلين سلا ذا لفت هذا إلا حد فاهم برنانته موصول كسا إلا حد فاهم برنانته لا بد هو برنانته موصول كأنت لحد في سلا ذا إلا باقي له وبرنانته بشرط موصول كن لحد في سلا دي سلا باقي له موصول كهرية وإنه كعطفنا موصول كهرية الوعطفي موصول كي معطوف كنقول له هاي الضمبئية لحد في سلدي سال باقية آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أيها كمذا آمنا أنه وحا رميني بالذي كتابك أنزل إلينا أنك نلو سودجي وأنزل إليكم ها كان إذيك الذين سودجي كان أنك نلو سكمد ماها كان أيها لو سودجي توراد بوها كان أنك نلو سودجينا قرآن ويلا وضا ورميسانها إيه أودين هذا ماشي الذي لا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم أي الذي لحد في سلا دي بارا الباقية شرط جينا والله يا يوم موصول كان حد في وحوك عد في هاي موصول كهرو آمنا بالذي ده سيكو عد في هاي ويا أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء حسان بن ثابت يا لون نسبيا قال هير قريش أيو نوحك شيئا يا عين ولم أبي سفيان أيو مقعابي أبي سفيان قبل إسلامه بين هاي عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موضعها كداو يبارينا الأسنة مسعدات على أكتافها لأسلو الذباو فإما تسعدوه فإما تعرضوا عن نعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاو وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء أمين وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاو ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء وأنت سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدهر سادتها الإمام وعسو سوتري كذبوا إلى أمن يهجو رسول الله منكم رسولك اللي عد عين يو إذك إذك مذا ويمدحه وصلة موصولك بحدفه
يو الذي يمدحه إنه يرهلاه كان أمانة يو ينصره وجرجاري سواء مية سمين موصولك بواحد في عيد كوباقي إلى جائز وهو برنانته سلا ذا إلا حد فهم برنانته يدعى موصولك الله باقي إلى هالفت هذا وبرنانته الدليل هذه الله هيو سلا ذي كليا أنت لاحظ فموصولك كلي وتاجي هاي ويدعكرتها فجمع جموعك ثم وجههم إليه نحن الذي نحن الذين نحن الذي يا ما فنعمل البيت بيتي لسلا نحن لا يعرفوا بشجاعة نجرهدو دون يعرفوا بشجاعة سلادو حد في موصولك كلا يباغي يلي طال والله واجي كوا سلا حذفك يا موصول حذفك مسنر كوا أسر هذين أريمها عيد كحذفك أيوك هذا عيد كأفر حالة من بكسوين يهي مركل حد فيه مرفوع إنه يهي منصوب إنه يهي مجرور بحرف إنه يهي مجرور بإضافة إنه يهي أفر حالة من بكسوين يهي مرفوع مركو يهي أو منصوب مركو يهي لا بدأ سهل كجهاد لي مجرور بحرف يا مجرور بإضافة إن لا بدأ بيد صوص عضائي كجهاد لي مرفوع مركو يهي عائد كه إلا حد فينا للدوريو تضب الشرطية للجواز يا الله شرطية هل شرطية للكثرة ترى والله شرطية موصول ك عائد كأصول نقول يا ضمير كهدي إلا حد فيه مرفوعنا يهي تضب الشرطية يا الله شرطية تضبط على شرط للجواز ويا للجوازنا واحد لو كذا تضبط على شرط ميت كم إذا هدي لو ولا ما حد فكري هل الشرط يلوس ذين يا تضبط على ولا الكثرة أي ترى للكثرة نوح الله ولا حذف كفر بدني دي سأي شرط أي هي الجواز دي سأي بناني دي سأي شرط أمها تضبط على هري هدي الله له ولا حد فكره لكن حذف كوح بدني هي شرط كان ضم بمرك الله له تضبط على شرط تضبط على خدري قاقورية حديب لما تضبط هذا الشرطية لا شرطين أيوه كون ضمير كان لحد في رواية مرفوعة مبتدأ وينه فاعل يا نائب الفاعل وحوائل صنعه مبتدأ وينه شرط وينه مبتدأها خبر كيس مفرد وينه النقض جملة وينه صنعه شرط اللي بعده مبتدأها وينه صن معطوف أهين معطوف عليه وينه صن أهين لولا وينه صن تبدعين محصور وينه صن أهين منفي وينه صن أهين تضبط هذا الشرطي وعلى الله شرطين أيه للجواز هل مر ياكو علينيا ضمير كان لحد في مرفوعة مبتدا وإنه يهي خبر كيس وإنه مفرد يهي معضوف وإنه صناهين معضوف عليه وإنه صناهين لولا وإنه صنتبدعين منفي وإنه صناهين محصور وإنه صناهين تضبط على شرط للجواز ويا هل شرطنا للكثرة ويو سلدو حقا وإنه ديراته يعني مبتديه خبر كيس لحد في صومها خبر كلا لحد في وحنوجي إذا مبتديه بلا لحد في خبر كبا لباقية خبر كنا واحد شرط إنه مفرد وينو يجي مفرد ها هذا وحوقا ظرف يجار يمجرور يوح وقعم الفلية وإلا يرتبط نجا وحوقا وينو يرتير هذا خبر كوينو صندب قابنين ويجي مرفوعة تضبط على شرطية مسديدة شرطية يا الله شرطين منصوب هدي ويجي عائد كلا لحد فيه شن شرطية يا الله شرطين هذا منصوب يجي شن تاع شرطي أولا متصل وينو يهي مصنف كابا الشيخ في عائد متصل متصل وينو يهي الشرط اللي بعضنا مصنف كابا الشيخ يو إن انتصب بفعل أو وصف عامل كالنسبين يا وينو فعل يهي أما وصف وينو يهي الشرط اللي بعضنا حرف إنو نسبيا لديدي يو إنا يا أخوات كذا اسم قوده هدو يهي اللي ما حد فكره وينو فعل نسبيا أما حرف وينو نسبيا وحدو جاء فعل وينو نسبيا أما وصف نسبيا الشرط اللي بعضنا الشرط السدحات فعل النصبين يا أما وصف يعني تام وين يهين كان يا أخوات كذا لديدي يهين فعل ناقص وين وصنعين تام وين يهين شرط سدحوي شرط أفراد ضمير كان منصوب كأهل الحد في ربه عائد ال وين وصنعين يعني موصول كعائد كلو علين هيا وين وصن ال أهين وال عائد كذا سنوى اللو بحدفه شرط أفراد وين شرط شرادة وضم بيه أنت نصوها ذي سلوى إن ينسقوف في النين شنطة شرطة يا الله شرطني أكو عليو ضمير كمنصوب كهيل لحد في يوم متصل وينو يهي عامل كفعل وينو يهي أما وصف فعل يا وصف يا تام وين يهين ضمير كوينو صنعين عائد ال ال موصول عائد كذي وينو صنقون أنت نصوها ذي سلوى إن ينسقوف في النين أنت نصوها ذي سلوى إن ينسقوف في النين وحلو كذا جملة الضمير كله عائد نما أصوب هذا وين وسم كجرب بالوضع وهذه أرنتوا آية جاء الذي ضربته في داره
ضربته هذا مفعول كما حد في كريس شروطي كانوا إذن والغها هي لكن هذه لاحظ فإن تنسوها هذا السلاء سقوط في لانه في داره ضمير كوجرة عائد نما وقف في الجملة كم مرة هذه ضمير كلام ماشى اللي جد حيلة ولا ما حد في كرو لو واحد لاحظ فإن الجرنة ينوح وياهي وياهي منصوب هدو ياهي نشطة شرطة يا الله شرطني مجرور مركا وياهي بحرف يبي إضافة لنا سيعصور وضع وبعضهم أعراب بيت كاسي بقول كي وهريا كوك إن يستطال وصل إنه وحاكا بالله ذي بقول كي لبعض سيقال بقول كي لأنه هدي أفكر شيء وحي هسكتين ألبا أنه هدي ولي المبغى شيء وبعضهم نحويين قال كوضا أعرب وإعرابي لفظي أيا أها مطلقا حال يهمد الإطلاقي وفي ذا الحال في هل أرنكم بشاريست إنت عن سوى مرة وإنت قوات كيد ألي في يدو ننبرك الإسكو درب انت سو هذا النوع هذا وصيف وضانا يا إلى أنت قدام بسهل أي نقطة إن شاء الله وبعضهم نحويين غارك هذا أعرب لفظي أي نهاي إعرابي مطلقا حال يهيم مثل إطلاقي يعني أحواش هذه أفرت أهيد بمعرب أي كدق وفي ذا الحذف أي غير أي تضم أي مبتدا يقتفي فعل قام مضارع أي أنتم مفعول به وقاضني في ذا الحذف لا يقتفي ذو تعلقي وغير أي أي غير كيد موصولاتي كلام يقتفي وحو راعي أيًا أي راعي في ذا كان أيك الراعي الحذف حذفك سدر سيده عائك إلا حذفه إن يستطل واحد لو ديرتري وصل سلده سلده وحوغا هدي أي ديراتو ويه وشرطي للجواز أهاي وشرطي للكثرة أهاي للجواز أنهين وإن لم يستطل هدي لو ديرتري لو سلده وحوغا أيًا ديرانين فالحذف حذفك عائك مرفوع إلا حذف نزل قليل ويه ويريهي وأبو نحوي وحيديدين أن يختزل إن لحذفه ضميركي ويديدين ضميركي مبتدهها إن لحذفه ويديدين وأقول ما إن صلاحها دو أصوبة دو الباقي إنت صوهرني لوصل السلاح مكمل إنما يسترد إنت صوهرني السلاح دي أي سقوط في لانتهي ماي لما حذف كانوا ضمير يعني خبرك وإنه مفرد يهو أنه شرطنيني شرطيان وأبو أن يختزل إنسان وحال باقي شرطيان سيقوية الله ضميرك هذا ضمير مرفوعية هي منصوبية هي مجرورية هي مركل لحذف يردم ما شرطه وأوذي له وأبو نحويين واحد ديدان أي اختزل ضميرك إلا حذف إن يصيح إن صلاح هذا الأصول بدو الباقي أنت صهر ذي لوصل السلام مكمل هذا ما يستر والحذف حذف كثير من بدو عندهم نحويين أكتر ذو كبدا يهي منجل من قياسه يوي في عائد عائد أحد أي قياسه عائدك أو متصل عاملك كده بدجان متصل وشرط إن انت صبا هدي أكون نصبابه بفعل فعل أو وصف أما وصف أكون نصبابه شرط اللباد وي سدح شرطي بأكون من سدح لا شرطي هل شرطي وحدك قاضني إن صلوا وأبو أن يختزل إن صلوا حل باقي لوصل مكملين انت صو هذا السلا وإلى يسقوف في الليل شرطي سدح عدوي لبا شرطي وباكام مغن مركا لبا شرطي نواه كو ضمير كان فعل كان أما وصف كان وحنا صبنا يا تامين وإلى يهيد أو كان يا أخوات كده وإلى ينهين ضمير كان ماشى وقلنا قرا يا الوا إنا ينهين أو عائد كني موصولك عائد كوي هاي الوا إنا ينهين شنطة شرطية يا لو شرطني في عائد متصلين عاملك كده بدجان إن أنت صبا وهدي وكل نصبهم بفعل فعل أو وصف أما وصف وذلك كمان أحد كمان أحد كي نرجو أن رجينا إن يهب وحبه بحين من موصولوي نرجو جملة ذا الوصلين نرجو فعل فعل كان فعل كي سوى ضمير مستتر وجوبا تقديره النحن نحن ذا عيد ماها عيدك هو مفعول حذف نرجوه بأهلها عيدك هو لحذف شروط يصير هذا ما يصير شنتي شرط ما ولا جه يصير أي اللي حذف يهب جملة إذا وخبر كمانته كذاك حذف ما بوصف خوف ضاء كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كذاك كاء يلم ذي هي حذف ما شيء حذف كي خوف ضاء لخف ذي بوصف وصف الوخف ذي وذلك كأنت قاض وهي بعد أمر أمر قداش حال كسجيه أمر كأو من قضاء من ماذا تقضاء قضاء ماذا حق الكيم كذا كاء يلمدها الذي كجر لجر بما وحي جر جر الموصول موصول كجر وذلك كمر مرني هون بالذي كي مررت أنا وأمر فهو أسوى بر باري ويه لبدن بيدنا وحي كسجيه يا عائد كي لحذف يو أسوى مجرور بإضافة أما مجرور بحرفنا مجرور بحرف مركوية تضوى الشرطة يا لو شرطية مجرور بإضافة نسد شرطية يا لو شرطين مجرور بحرف مركوية تضبط الشرطية لو شرطين يا موصول كعائد كيسي أو حرف لجوجر الحد في الربا سيدا أقرب
شرط وحاء موصولك اللفتي سواء إنه مجرور يعني موصولك وإلا جرى لفتي موصولك يا مجرور هن عائدك سواء مجرور على حذف يا لا يجوز وحبنا ما عائدك ومجرور ملك على حذف يهرب موصولك اللفتي وإنه مجرور يعني وشرط موصولك حرف كجريه يا عائدك حرف كجريه أنا لفظا ومعنى وإنا إسكوبيت كيه إسكو لفظي وإنا يهين وباء وكلا وإنا إسلام نقضان إسكو معنى أنا لبضع حرف وإنا نقضان شرط اللبضوي هي جرى مجرور تعلق بها هي هي سماها عائد كلحث في ماشى وكو تعلقي فعلها وكو تعلقي يا موصول كان جرى فعلها وكو تعلقي يا لفظا ومعنى وإنا إسكو بيد نقضان شرط سيد حالوي ما مجرور كان لحذف ربا ضمير كان عائد كان لحذف يا نائب الفاعل وإنه صنعين محصور وإنه صنعين حذف كيس وإنه صنع لبس كيرين جملة صوحة دي سلا وإنه ينسقو في اللان تضبط على شرط أي الله شرط نية أنكو عليو موصول عائد كان مجرور كا موصول كأقول نقول يا مجرور وإنه يا شرط اسكو حرف وإن الوجرة لفظا ومعنى سيامي ذا لبدا تعلق يكون كلا تعلق يا لفظا ومعنى وإن إسكوا فقسيهن نائب الفاعل وإن صناهين مجرور كان لحد في ربه محصور وإن صناهين حذف كيس وإن صن لبس كيرين جملة صوحة ليس لو إن سوف المثال أنك سيو مثال كتك فهم ويشرب مما تشربون يشرب مما تشربون تشربون فعل كان مضارع الجملة دي سواصلة وحين سلوتها هي ماذا موصولة أو من تلوجري مما تشربون جملة دي سلاء عائد كين وحد فيه عائد كحد فن مجرور بحرف وي أوحو أهلها ويشربوا مما تشربون منه شروطنا والله هي ويا عائد كسو مجرور ما أهم موصول كلا مجرور وي لفتي سوى جري عائد كحرف كجري ومن موصول كحرف كجري ومن أو إسكو حرف بجرية معنى لبا حرف إسكو معنى إسكو لفظي إيا جرية تعلق هذا وإسكو ماذا منه ذا حذفا يشرب تشربون ذا يكون تعلقي مما ذا موصول كأنا يشرب ذا يكون تعلق واللبا فعلي واللفظ ومعنى إسكو ماذا ويهي نائب الفاعل ماها حذف كيس اللبس مكينيه محصور ماها جملة إنت صوها دي سلا إسكو ما في الله أو عائد كالكو يجيرو لحظة تضبط على الشرط مرك الله رأي يا ضمير كي مجرور كهاي عائد كأهل حد فكرة مضاف إليه ضمير كي وائل لحد فمرك لدون يسد لح شرط يا الله شرطين ضمير كمضاف إليه كعدة أوية هاي جريسا اسم فاعل يا اسم فعل لا ضامد وين النقطة اسم فاعل وين النقطة أما اسم فعل وين النقطة وشرط ولو اسم كمفعول وحشرط ألمن مفعول به وين نسبري وايو هل مفعول به هدو نسبنا يا نائب الفاعل بوكن نغانيا نائب الفاعل اللي بحث فكروا عني هذا الشيء اسم فاعل اما اسم مفعول اللي مفعول نسبنا يا وين يهي مضاف كالضمير كالله اضافيني الشرط شرط يلا بعد وصف اسم فاعل اسم مفعول عاملين وينيه وصف عمل فلا يو شروط وكو عمل فلا لها هيستوى وينيه شرط يلا بعد شرط سد هذا انت صوها دي سلا وينيه نسوه في الليل سد هذا شرط يا الله شرطيني مضاف إليه إن مهدي الوجر كان مضاف إليه إن ماذا الوجر يا مصنف كآيات قرآن إشاري كأنت قاض بعد أمر من قضاء فقد ما أنت قاض أي إشاري ماذا موصول إن لقد قاض جملة ذا الغس ليه إلا أنت قاض أنت أو مبتدأ يا قاض وخبر جملة ذا الغس ليه عائد كنا ومحذوف قاض اسم فاعل يا لو إضافي قاض اسم فاعل عامل ويو عمل فلي انت صوها دينا سلا اسقوما فيلنا معني هنا وحن نقول لها فقد حكمي ما اي الذي كي انت اديك قاديه الحكمنيس هيدي بال اسك حد في ايضا سو اشاره وك كذاك كما هره ابن لميد يحيى عائد كا هره سدا لو حد في ايا لو حد في حذف ما شيء حذف كي عائد حذف كي خفض لخف دي بوصف وصف الخف دي وذلك كانت قاضي بعد امر امر قداش حال كسوي فقد با كوريسو امره بعد أمر الأمر قداشي حال وهذا أمر كأو من قضاء من مادة قضاء قضاء مادة إذا حق هذا كيم قضاء وفعل ماضي فعل ماضينا أمر كمي ماده أمر مصدر كي ماده إذا فعل ماضي ومضارع مشتقات كأو رنب مصدر أيوغا وذي ماده
كسيدا درت هذا إلى مضاف قدر تواجبة من قضاء من مادة قضاء قضاء مادة ذي ومصدر كيدية أمر كلمة ذو إقضية قداش هذا حال وخصون هذا كأنت قاضي ويا بعد أمر أمر قداش حال وخصون هذا أمر كومين قضاء كذا كأي لبدها الذي كي جر لجري بما حرف أي لجو جري جر جري الموصول موصول كجري موصول كحرف كجري حرف لبده عائد كي لجو جري نوال لمد كمر مروي بالذي كي مررت آن مري فهو مروي اسكتباب البيت فهو كاسب بر بارني ونكسم ويا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.